لاباس عليكم. درت لكم الدخله ديال مايكل جاكسون. كيف نتوما؟ مزيانين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم فيديو جديد كيف العاده في القناه ديالي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله هذا الفيديو ان شاء الله غنديكم معايا لواحد البلاصه اللي هي اصلا انا بصراحه شحال هذه ما مشيت ليها، اللي هي الدوار ديال ماما. الدوار ديال ماما تبارك فاش خلقات، فاش تربات، فاش ترعرعات. المهم الدوار حتى انا صراحه شحال هذه ما مشيت ليلو، بحكم كل واحد فيه مشى، كل واحد في دار المسؤوليه ديالو. تبارسوني جالسه في واحد المنظر صراحه رائع في الواد. يلا شدينا الطريق. المهم خليكم معايا، اكتشفوا معايا الطوابع والمناظر الخلابه والواد. المهم يلا معايا. هنا جبت صوتي ليا الحبايب. الكات كات 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 على مزينة. شوفوا على ركبة، شوفوا ما دايراش على مزينة ركبة. هنا بي ام، وهنا كات كات، وهنا رانج رافر. هانتوما زين زيد الرا زيد الرا زيد الفران. ها هذا هو الفران. المهم مازال نشد ديال الطريق ان شاء الله يا ربي. حيت البلاصه اللي عم شويه نزلوا قيلا شي جوج سوايع تقريبا. دابا راه العشيه، قيلا الخامسه ديال العشيه. المهم نشوفوا قريب المغرب، وحنا باقين موصلنا تقريبا. دابا غتعدل المغرب بين الجبول الجبل. شحال دابا السوايع غلينا؟ ها خالتي شحال السوايع غلينا؟ خمسة؟ وشحال دابا الساعة؟ سبعة. خمسة ستة سبعة سوايع الطريق، باقي ما وصلنا. شوفوا الطريق كيفاش عاملة، غير حجر. عرفتي شحال بيني وبين هاد البلاصة هنا؟ من سنين اللي ماتت العزيزة الله يرحمها، مبقيناش كنجيو لهاد الجهة هادي أصلا. صافي كل واحد فين شاد بلاصتو. حبيبي كيجي عندنا، حنا كنمشيو عندو. مي دابا حاجة صحي، فين ما كان شي واحد في المدينة جا للبديل. حبيبي ساكن في طنجة، جا للدار دار الوالدين، ندوز هنايا الحجر الصحي و ميم طو عيد. صافي حنا جينا، قلنا علاش لا، مع قرابين مع بعضينا. ماشي بزاف هنا كما قلت لكم، غير ما بين دوار ودوار باش قلنا ماما وخالتي علاش لا ما نمشيوش عندهم، نتجمعوا عاوتاني ونديروا صلة الرحم. باركو العيد. المدينة غالب الله، هذا ما يمشي عند هذا، هذا ما يجي عند هذا. الله يرفع علينا يا ربي هذا البلاء، نرجعوا حياتنا الطبيعية ونتلاقاو مع العائلة والحباب. شوفوا شوفوا موراي الجبولة والريح. شوفوا مشاو، سمحوا فيا خالتي وماما مشاو.
طشت. المهم طولت لكم هانتوما معايا ان شاء الله. الا وصلت بكري راه غادي نوريكم الدوار ونوريكم الدار ديال العزيزه الله يرحمها وجدي. ولا ما دركنيش الوقت لان اصلا دابا المغرب حرا نوصلوا غدا في الصباح ان شاء الله. المهم خليكم معايا. ديك شي زغيره ديال الطاج ولا كيدي شي حاجه فيها الباكور زعما فين شفتي؟ تبان من هنا ما فيهاش. لقيت واحد لقيت واحدة حبيبي. هاد البطاطا ديالك هاد البطاطا ديالك معنا ما دي بتسالك معايا البكوري بس هاد الجويجة الطيبين خالتي ياكل الباكور لقيت واحد الجويجات في البلد ما يكونش كاين. شو حبيبي عنده تربع هنا يا شيخ؟ هاي متربع لا هاو الربع بعد نص قصبر هذا هي اللي جات خدت هنايا في الجهه الزريعه ما عندوش الكرافس جات وقعت لكم شي هنايا هذيك الزريعه ديك هذا شنو؟ زعفران كات هنايا اه زعفران الحور ديك شعره ماشي الحور شعره شعره ولكن ماشي الحور وي هو كيختلف كاين الحر وكاين البلدي الحر غالي لكن كما الحال صحي 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 بزاف حسن من شوفو فتاي مزيان حتى فتاي صافي فتاي هذا يقول لك سميتو فيه محمد فايز اللي يقول لك ما خصكش تطبخو وكيدير في الماكله كيدير لا كيقول لك عملو في الماكله هيداك حتى تجي الماكله يقول لك ما خصكش تطبخو على كذا طبختو كيولي سم دابا داك صافي طايب ناضي اه صافي صافي نديو منو كان ديك الحسني كان دار بحال هذا المشروع بحال هكا ديال الزعفران غير ما عرفتش واش هو كان الحر ولا عادي ماشي الحر تاعك ماشي الحر كان ماشي الحر هنا كيدير بالك الكذاب ياك الحر منين تشي هنا عنده الارض ديالو خاصه به في النواحي كيش هو كي حتى انا ضربتني حد الشوكه تضرب الشوكه هي تضرب كان داير له حبيبي ديك القضيه ديال بحال كيتسقى غير نقطه بنقطه قود قود اه عنده قود هو كان عنده التعاونية هو بحال التعاونية هذيك الصيفية و دابا ديك اللي كيقاد ديك الصطناعي ديك ديال الكاغيط خليه اللي ولا كيستعمل دابا هذاك اللي كيقاد مشى طال مشى على هذاك هذاك في السن ما بقيناش كنستعملوه خاطر قال لك بحال اللي كتاكلو غير السم عندك الزريعه ديالو حبيبي غرسو هو حتى حنا حدا الدار رجعتي الغريصه هنا حبيبي ورجعتي الغريصه اللويمينات شوي جيرات يقدم لنا قرعه قلعه من الوقت
حبيبي هاد الجهة هادي هي ديال البيت اللي طاح ياك؟ قول حبيبي حبيبي هاد الجهة هي ديال ديك البيت اللي طاح ياك؟ صافي هاين اي زعما هاد ديك البيت وهاد الكوزينة واقيلا اللي كانت عندك كوزينة كان واحد البيت تما عند كان واحد البيت عند محمد كانت الكوزينة هنا كان البيت هنا تبارك الله والله حبيبي لا تبدل عليا انا تبدلت عليا الدنيا نكذب عليك عرفتيش شو من امتى 8 سنين دابا شاركت معكم هاد الدوار ديال ماما والجدود ديال الوالدين ديال ماما هنا في كبرات في تخلقات في تربات مي هذا صراحة الدنيا تبدلت بزاف شكل كنا كنجيو عند العزيزة الله يرحمها دابا حيت اغلبيه الناس هنايا هاجروا ما بقاوش الا لاحظتوا بعض الديور كيطيحوا حيت موليهم كانوا كيمشي زعما دابا صافي الا بغينا نقولوا شي كيمشي لتطوان شي كيعيش في طنجة بحال دابا حبيبي انا اصلا اغلبيه عايش في طنجة ولكن ما سمحش في الدار ديال والديه كيجي بحال دابا الا لاحظتوا انا غادي نوريكم كطيح له طاحت الدار وحاول يصلحها وحاول يدير واحد البيت عاوتاني ديال السيما يعني باش تبقى صحيحه دائما انتما الا لاحظتوا قليل الناس اللي باقين عايشين هنا لاحظتوا الديور كيفاش رايبين هاد الجامع يلاه بنوها جديده بقى جديده صراحة الحنين كيرجع بيا انا والله كنا كنعمروا مع العزيزة الله يرحمها بزاف كنت في شكل كنا كنجيو عندها بزاف كنت كتحن فينا في شكل والله ذكريات وزن كتبان من هنايا وزن عرفت اش تقدر تبان في الفيديو المهم فيني نحاول نقربها كتبان من لهنا وزن بحال من طنجة اسبانيا المهم بارطاجيت معكم الدوار ديال جدودي
الوالدين ديال ماما، الدار ديال الوالدين ديال ماما الله يرحمهم ويوسع عليهم في هذا النهار. كنحاولوا ما نساوش الاصل ديالنا، ما نساوش زعما العروق ديالنا والجدود، لان هما اللي كيبقاو صراحه كيبقاو دائما في البال، ولكن ديك الدار خاصها دائما تبقى على الاقل بنادم يزورها، بنادم انسان يدير صله الرحم مع بعضيته مع العائله وتجمع ويحيوا الذكرى. هادشي اللي كاين. عرفتي هاد الجويجات هادو ها هما فينا هما هاد جوج ديال الكليبات غاده، وانا كنشوف الارض خفعان ينوضوا لي يهرشوني. يا سيدي ربي الحبيب، الله 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 الله. ها هي الدخله ديال الدار. ها هو حبيبي داير واحد الشويجي راه هنا ديال الليمون. ممكن ما شرحت لكم كان هنا اصلا البيت كان ديال التراب هنا، وزعما صافي مني طاح مع مبقاوش كيجيو ليه داكشي، مع كل واحد صافي فيه مشى يسكن. حاولي يدير هذا ديال لاجور، وبقى ديك البيت راه فينا هو، بقى ديك البيت هذاك ديال التراب وهاد الوسيطه هادي. المهم حاول ما يسمحش في الدار، بقى يشم فيها ريحه الوالدين وريحه الجدود. زرع هنا النعناع، والله يا مراس حبيبي الا كنشم ريحه العزيزه اقسم بالله الريحه ديال العزيزه. هيدا داك النهار ملي طلعت من الدار ديال لالا، الريحه ديال لالا نيشان، المهم كتبقى داك الريحه ديالهم بوحديتها قسما بالله. مرحبا حبيبي، توجدنا الفطور الحليوات. بسم الله خدي الغرض. ايوا ها الفطور ديالنا البلدي 100% ياك حبيبي. الله يلاه جاني من الاخر. يا مرات حبيبي وجدتنا الكسيكسو تبارك الله عليها، يا سلام. انا نمشي نجيب لك، انا نمشي نجيب لك. واخ المهم البنات، من بعد ما تغدينا مع الحباب والعائلة دابا عاد شدوا الطريق ان شاء الله يا ربي. غادي نحبسكم الفيديو هنايا، غادي نقول لكم شكرا بزاف اللي غايشوف الفيديو. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لي ابوني، تشجعوني تعملوا لي شي لايك وشي كومونتير مزيان باش ما نمشي فيديو طويل. هنا غادي نقول لكم بالسلام عليكم، تهلاو في راسكم وعواشركم مبروك. يلا باي باي ليكم، حنا عاد تنشدو الطريق، باقا الطريق طويله.